المؤمن مؤيد. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله نعمة بإصلاحكم أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحون في سنثمينا. رحم الله امرأ هم بخير فعمل، أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له.